للمزيد من التحليل والمتابعة لهذه الكلمة وهذا المؤتمر الصحفي ينضم إلينا من لندن سيد وجدان عبد الرحمن خبير في الشؤون الإيرانية. يعني سيد وجدان، في البداية أهم ما لفتك ولفت انتباهك في هذا المؤتمر الصحفي وفي كلمة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بمناسبة مرور عام على تولي السلطة، وخاصة أن هذا المؤتمر الصحفي وهذه الكلمة تأتي في توقيت ربما هو توقيت مهم نظرا لاقتراب الوصول إلى الاتفاق النووي؟ تحياتي لك ولمتابعيك الكرام. نعم، استمعنا لهذه الكلمة، تحدث عن الكثير من النقاط، تحدث عن موضوع العدالة، تحدث عن موضوع الزراعة، تحدث عن موضوع البطالة والعدالة الاجتماعية، تحدث عن الاقتصاد والإعمار، كما أيضا تحدث عن موضوع علاقة إيران مع دول الجوار وأيضا العالم. لكن في كل هذه النقاط التي أشار إليها الرئيس الإيراني وآخر ما تحدث عن الإجابة المتعلقة بالوعود التي أطلقها داخليا على أقل تقدير فيما يتعلق بموضوع البطالة وأيضا الإسكان، حتى الآن الرئيس الإيراني كل هذه النقاط التي أشار إليها في حديثها لم يعطي إحصائية ولا واحدة منها، لا عن موضوع التضخم ولا عن موضوع العدالة ولا عن موضوع السرقات التي حصلت في البلاد، وكلها يعني عدم إعطاء إحصائية دقيقة أو محددة. لذلك خلال هذه السنة الماضية نجد بأن الرئيس الإيراني لم يفي بأي وعد من الوعود التي قطعها على نفسه، وهو يعرف أيضا ظروف البلاد في الفترة التي رشح نفسه لرئاسة البلاد، ويعرف أن هنالك لا شك مشاكل في البلاد، لكنه أطلق وعود للأسف الشديد كلها وعود انتخابية لم ينفذ ولا واحد من هذه الوعود.